استاذ عمرو، حضرتك قلت من سنتين ان انت تكون افضل مطرب عربي في خلال 5 سنين، ما عداش سنتين والنهارده حضرتك بتتكرم كافضل مطرب في 2022، تحب تقول ايه؟ اقول الحمد لله ولسه كتير. رحيم البدايه، بسم الله الرحمن الرحيم البدايه كده بس. ايه رايك في المهرجان؟ مهرجان تحفه، عايز اشكر كل القائمين عليه، عايز اشكر وزاره الثقافه، عايز اشكر اتحاد المنتجين العرب، بشكرهم على التكريم ده، لانه تكريم مش مجرد تكريم عادي، لا تكريم دوله. طيب ايه خطه حضرتك الجايه في الغناء؟ خطتي ان شاء الله كل اسبوعين اغنيه باذن الله، عشان اتفرغ لعمرو مصطفى الولد بس خلاص. طيب ما تفكرش في التمثيل؟ لا بحبهم بصراحه. ما انا مش عارف بقى.